تقلقوش هنقصفه. ولد السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنكمل مهمة سبايدر مان. شوفك النهاردة عايز انت مرة تشوفني ويلا بينا. مايلز هنتقابل النهاردة؟ ما ردتش عليا لسه. اوه ايوه اسف. النهاردة مقابلة؟ مش في حواراتي دي. بس انا فاضي دلوقتي. نتقابل فين؟ حلو، شارع 78 ويست اند. شارع 78 عند مركز العلوم؟ اشمعنى؟ هتشوف، ما تتأخرش. حاضر ازور عمتي اللي في انت هتتقابلين عند مركز العلوم؟ لازم اعرف هي قصدها ايه. لازم اوصل. المقابلة خرا دي نمشي ازاي يا اسطى؟ طب احنا كده رايحين عند مركز العلوم. مين دي كمان؟ عمركم سمعتوا قصه ما قدرتوش تشيلوها من دماغكم ابدا؟ ممكن مشهد من فيلم او عنوان قريته من جريده حد ماسكها او تفاصيل مع غرام سيء لواحد من صحابكم. طيب بالنسبه لي انا القصه دي هي قصه المجتمع السري. مين هما؟ بيعملوا ايه؟ اللي يغصب بيدمروا عائلات الاعمال والجرايم وما بيفرقوش بينهم. عندهم مستوى متقدم من التكنولوجيا وبيحقدوا على الكل. انا هكمل في البحث عن حقيقتهم، ولو عندكم نصيحه ابعتوها. نتقابل تاني، ما ترموش رواسب القهوه في الزباله والا هتسد المصارف بتاعتكم. هتسدها سده وحشه قوي. تمام سده وحشه. باي. يلا سلام. في حد بلغ عن سرقه كشك تبرعات. كشك تبرعات وهنا؟ تمام. هو ده معمل العلوم؟ اهلا يا بطيء، فوق هنا. مخرج الطوارئ متدمر تماما، خلي بالك منه. في ايه بقى؟ عشان كده كنت عايزة اننا نتقابل هنا بالذات. انت طولت، انا كنت همشي على فكرة. طب ما تمشي عادي يعني. ساعدني، دي محشورة. الكبسولة الزمنية اتبهدلت معانا. انت فاكر كلمة السر؟ ايوه كانت ثانية كانت بتهزروا؟ انتم لازم تفتكروا الرمز ده، انا مش معاكم على طول. هنفتكر هنفتكر هنفتكر. ايوه ايوه. هو نسيه ولا ايه؟ هنحط ايه جوه الجهاز؟ ها كبسوله زمنيه انا ومايلز اللي عارفينها. عاش، صح كده كده. سر وفي بير. يا ريك هتقبل وظيفه روكسون ولا لا؟ ليه هتاخدها لو انا لا؟ ممكن، مستني العرض. تمام بتنافسني ها؟ ماشي، وظيفة كبيرة فعلا، عايزيني المسؤول عن طاقتهم الآمنة، وانتوا عارفينه مصدر طاقة آمن هينقذ العالم. تسلسل فيبوناتشي. كويس، جايزتنا. قصدي محول الطاقة بتاعنا كان جامد. كان جامد يا اسطى. طيب تفتكر لسه في مركز العلوم؟ أتمنى. واو بص علينا، جوبر سنترال، وريك مؤدب زي عادته. ايوه بس حلو قوي فيها مشاهد اللي هي الكلام دي. هو يعني مشغول قوي؟ هو انتوا متخانقين ولا حاجه؟ لا مش متخانقين. فين؟ ما تقلقش، احنا ليه قطعنا مع بعض؟ هيجيب ناعم دلوقتي. انا اتاخرت، لازم امشي. هي حاسس ان احنا الاتنين عندنا حاجات مخبيينها. لما نتقابل تاني مفيش اسرار. تمام
أيوة ممكن لو في معادك. أشوفك قريب يا قصير. سياري أنت عارفة أن أطول منك صح؟ بس مش هنا. هنعمل ده بقى بإيه؟ نرجع البيت تاني. هاي بص أنا هاملة بدلتك دي بالتلج. هو أنت لسه ببدلتك؟ آه احتياطي بس. ده هيبقى تمام. تعرف هو ده الجزء المفضل ليا في العيشة هنا في هارلم. مهرجانات في الشارع وأفضل أكل في المدينة وأكل تحفة. أيوة لطيف جدا. ده انتوا عايشين هنا. ماما كشخصية سياسية كانت مدرسة طول عمرها نفس المهارات. تعال نشوف هنا في ايه. تأديب الناس. هيكلمها يقول لها ايه. شكله حلو قوي. على ايه؟ آسف. المفروض أدرس لغة الإشارة معاك. أنا بقيت كويس جداً في الأسباني. ده بجد؟ من إمتى بقى؟ حبيبتي أنت دايماً جلوريا. أهلاً. أهلاً يا مايلز. دي صديقتي ستاف. بدأت تشتغل في عمل تطوعي في فيست. فرصة سعيدة. أكيد هنتقابل تاني في الملجأ. طب بالمناسبة مفيش شفتات ليك لحد بعد. هو كل اللي عارفه هو بنات بس ولا ايه؟ لسه فاتحين. مفيش رجالة؟ قصدك ايه؟ عادي ما تحطش في بالك. استمتع بخطاب مامتك. هتصل بيك بعد الاجازة. يلا نجيب خطاب قبل ما نشوف. تمام فكرة حلوة. عمي ايرون ما توقعتش اشوفك هنا. اخلع انا قبل ما مامتك تشوفني. مين ده؟ ده صاحبي. يا ام مالها يعني؟ تضرب الناس ولا ايه؟ بحث عن العناكب. اها خلي بالك من ابن اخويا. سامعني؟ هحاول بس هو بيصعب الموضوع. انا واقف في حالي. استمتع بالخطاب بتاع مامتك. الخطاب ده في ايه يعني؟ تعالى نشوفه يا عم. هي امه اصلا شغاله ايه في البلد اصلا؟ بص انتوا فاكرين هو في انتخابات ولا ايه؟ ايام لما روكسون هدد كل ده. انت كويس؟ اه وحضانة جونيرو. في حاجة هنا هتحصل أكيد. أنت سبايدر مان. في حاجة هتحصل أكيد. الرسالة دي لروكسون. إحنا عندنا مشكلة. إيه ده بقى؟ اهدوا اهدوا. مفيش هروب. استعدوا. محتاجينك. هساعد مامتك. يلا. خليك بعيد. ما تهزرش. كده في حفلة هتبدأ. مسكتك. يلا بينا. مع السلامة. الموضوع ما يخصك يا لا يخصني يا حبيبي. تعال. فينيش. اشغلوه. فينيش. تعالى. فينيش تاني. يلا مع السلامة. انت كمان. فين الناس؟ ده اللي في ناس فوق لسه. عم يطلع عم في ايه؟ تعال يلا. روح. تعال مرة جاي هعمل الفينيش. وقفتكم في محطة المترو وهكررها. مايلز وصلنا البيت. نادي هتوصل مامتك المستشفى. ليه مالها؟ هي كويسة؟ اتعورت في ايديها لما وقعت بس ما تقلقش احنا هناخد بالنا منها. وانت ايه النظام؟ ايه اخبارك مع المجتمع السري؟
الهجوم ده مش منطقي، فاكرهم عايزين النيو فورم. فينيش، مفيش حاجه هنا، لازم اعرف خطه تيكرا اللي جايه. ماشي، انا بدخل على البيانات بتاعتك، هساعدك على قد ما اقدر. فينيش وجانكي، شكرا يا نهار اسود. العفو يا صاحبي، هوقفكوا انتوا اسئلتكم اللي بتنور. يا نهار اسود. خد ابلع، خد خد، انت عايز تاني؟ خد خد فينيش. الكهرباء خلاص. ايه ده؟ فينيش يلا تعالى. يعني ايه ده اللي حصل ده؟ في انفجار. مايلز اطمنت اخيرا، انت فين؟ انا في البيت، بس ممكن اجي المستشفى. لا خليك في الامان، انت مصابه. طب ولو حاجه حصلت لك وانا مش موجود؟ حبيبي ده مش زي اللي حصل، احنا بخير، خليك في الامان. هو كده اطمن على امه خلاص. هرجع قريب وهخليك تمضي لي على الجبير. اوكي يا ماما، اشوفك في البيت. احبك. عمي ايرون انت كويس؟ انا بخير، حاولت اوصل لك انت ووالدتك. انتوا فين دلوقتي؟ انا رايح لجسر بريث ويت، في انفجار. تمام، بس لو روكسون ظهرت اهرب. اتفقنا؟ هيدوروا على حد يرموا اللوم عليه على كل الليله دي، ومش التنكرر بس. تمام، هاخد بالي. الانفجار كان مخيف، لازم اتحرك. وصلنا خلاص. زي ما يكون الساحه كانت البدايه او تمويه. يلا 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 بلاش نضرب بعض بالنار. مين دي بقى؟ يا بنت الجزمة. عاوزين النيو فورم، مش أي حاجة تانية. دمروه وشيلوا يعملوا بإيه بقى؟ مين دي؟ لا هيشوشها. انزل يا لهوي. لا عظيمة، عظيمة قوي قوي قوي. اشغلوها. مايلز انا شفت الانفجار، انت كويس؟ انا كويس، بس انت شفت التينكرر؟ هي فين؟ لا مش ممكن، شفتها النهارده. لو بس كنت جمعت الدنيا مع بعض. فينيش ايه؟ مش غلطتك يا صاحبي، اتبسطت اني شفتها، ما كنتش واخد بالي، كان لازم اخد بالي. الكوبري هيقع، انا لازم اوقف ده. فينيش اللي بعده. خبر الكوبري انهار.
مت. يلا جبت الناس معايا. الناس محبوسه هناك، لازم انجز عشان اساعد الناس دي. فينيش ريدي، يلا فينيشات شغال. انا كوبري بيقع. خبر لا 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 لازم ابعد الناس عن الجسم. انا طيب يعني يلا هيقع بيك. ماله الخرا؟ لا اتراح فين؟ اوف ارواح. هنكسبه يا ابن اللعيبة. الناس دي محبوسة. جات لي فكرة. ايه بقى؟ لازم اخليه ثابت. امسك امسك امسك. هو اللي بيحصل ده؟ ماشي ماشي ماشي. هو في اكتر من كده ايه؟ انا اقدر اوقفه. ولد شوية كمان بس. شوية كمان. لا بصراحة لعبة حلوة يا عملتي. قوتي انا اللي خليتها تنفجر. ايه ده بقى؟ الكل في امان بعد ما بدأت الانفجارات على الجسم. احنا شفنا سبايدر مان التاني، هنعمل ايه؟ هو في ايه؟ ما عنديش فكرة. علم. لا لا انا مش عدوكم. بتعمل ايه؟ ده انقذنا. ايوه انت سيبه في حاله. انا هصور ده. مراقب ايه؟ شيل موبايلك ده حالا. قلت لك شيل الموبايل حالا. حالا. ابعد ايدك عنها. امشي حالا، ده اخر تحذير. انا انقذتهم. في بقى اللي هيحصل؟
هو في ايه؟ ده اختفى. يا خبر نزل. هما زقوه؟ ايه اللي حصل؟ بالنسبة لأن روكسون هنا عشاننا. لا حلو قوي. كانوا هيضربوني بالنار. دول ما سمعونيش حتى. هو أنت كويس؟ مش عارف. إيه اللي حصل هنا؟ هنا النهاردة عشان سايمون كريجر يتناقش بخصوص تدمير جسر بريثويت. أنا عايز أشجع سبايدر مان الجديد، بس اللي بتسموها إيه؟ الكهرباء الحيوية؟ لا حلوة أوي. ممتلكات روكسون، وكمان دمرت الجسر بتاعنا. ده كلام فارغ، مش ده اللي حصل خالص. فين هي التينكرر؟ هي اللي سرقت النيو فورم. مش عارف ليه. وانفجار الجسر غلطتي. لا مش غلطتك. انا هروح مقر الحملة. قولولي محتاجين حاجة من برا؟ اجيب لكم معايا حلويات؟ انا افتكرتك مش هتكملي. وهوقف ليه؟ هكافح عشان وطني وانا قد كلامي. كنتي هتموتي. عيلتي مش بتستسلم، ما انت عارف. ماما انا جميلة. هتلنا ماشي يا عم الحلو. لو ينفع خلاص هتجيب لك. تمام جدا. اللي زي الشحط. وانا بطل خارق افتكرت اني هقدر اعمل اي حاجة سبايدر مان بيقدر يعملها. كل مرة تقول سبايدر مان بيبقى قصدك على التاني. انت سبايدر. نفسي في صاحب زي ده والله. تصلح. بيشجعه على طول بطريقتك على طول، معاه في ظهره فاهمين. دايما بيشجعه يقول له انت سبايدر مان وقوي وبتاع والكلام ده. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. وفي مهمة ولا ايه؟ تمام كده يا شباب، كنتوا تنقلوا خمع كان عشان كنا في عزيزة جزيزة في مرة. شوفني سلام.